сырнау халын масадай. Калдаса шуям нахтай масроб нахтай шураж баай нина байж. Канала кала дай мана кя. Калдана харабна халына байж. Сала хайм хайм ва хайм сараа. Стадафу бил зиярат. Хасал дарба сат исабат ли ниса. Ва хасал нисух кадид. Хада ли хасал бил хайм сараа. كما ترون أيها الإخوة ليس من رأى كما سمع هذا هو الواقع الذي يعيشه النازحون في اليمن وغصب بعض أخوانهم وهي هذه الأسر أصبحت الآن تفترش الأرض تحت السماء لا يوجد معها لا غذاء ولا دواء ولا ماء ولا شيء أنا أرجو من إخواننا أهل الخير والمنظمة الدولية والمنظمة الإنسانية التي تهتم بحقوق الإنسان أن تنظر إلى هؤلاء الناس هؤلاء الناس يحتاجون إلى خيام إلى دورة مياه، إلى ماء، إلى غذاء، إلى صحة، إلى غير ذلك من مقاومة الحياة.